دكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ينضم إلي عبر الهاتف. برحب بحضرتك دكتور محمد. يعني فعالية لتغيرات مناخية وعدد كبير من الحضور للفاعلين في هذه القضية وكيفية الحد من أثارها السلبية، في أي إطار تضع هذا الحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. لعل العالم الآن يدرك تماما أهمية قضية تغير المناخ. في فترة من الفترات كانت الدول المتقدمة بالتحديد كانت تظن أنها في منأى عن التأثيرات السلبية لهذه التغيرات بحكم موقعها الجغرافي، أنها في منطقة معتدلة مناخيا، نتكلم على أوروبا بالتحديد وعلى الولايات المتحدة وعلى جزء كبير من الصين، وهي الدول المسؤولة فعليا عن هذه الظاهرة. تغير المناخ هي ظاهرة طبيعية ولكنها بسبب أنشطة بشرية، وهي الأنشطة الصناعية التي أدت إلى انبعاث مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويا يتم تخزينهم في الغلاف الجوي. نعم. هذه المليارات من الغازات الاحتباس الحراري التي أدت فعليا إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبالتبعية حدث ما يحدث الآن من طقس جامح في كل مكان على سطح الأرض بما في الدول المعتدلة مناخيا. لذلك من هذه النقطة أصبح العالم أمام حقيقة أن التغير المناخي لابد من وضع حد لهذا التغير من خلال خفض غازات الانبعاث من الدول المصدرة لهذه الغازات. النقطة الأخرى هي تعويض الدول المتأثرة والمتضررة والتي ليس لها ذنب، زي الدول زي مصر وزي الدول الأفريقية ومعظم العالم النامي، هي دول فقط متأثرة، هي علاقة من طرف واحد بالنسبة لتغير المناخ. كلمة الرئيس اليوم كانت كلمة قوية واضحة تضع النقاط على الحروف، أن يجب أن تتحول التعهدات والالتزامات في كل مؤتمرات الأطراف السابقة من 92 حتى الآن إلى تعهدات إلى التزامات وإلى إجراءات على الأرض. إجراءات على الأرض معناها هي التزام الدول بالخفض، ثانيا أن يكون هناك حيز كبير للتمويل. الدول النامية هي دول ذات اقتصاديات ناشئة ليس لديها رفاهية أن تنفق جزء من مخصصات التنمية لمكافحة ولإصلاح ضرر تغير المناخ، هي ليس لها ذنب فيه. نعم دكتور محمد، يمكن عندما أشار السيد الرئيس إلى حلول عادلة ومنصفة تخدم الدول بشكل منصف وعادل في هذه القضية تحديدا، يجعلنا نتحدث عن توافر المعلومات، مدى الضرر، هل هناك خريطة متكاملة للدول دول العالم ومدى تأثرها ونسب التأثر واقتصادياتها ومدى تحملها لهذا التأثر ومن ثم يوجه إليها التمويل؟ يوجد خريطة عالمية تدعى خريطة الهشاشة أو Vulnerability for Climate Change. دي خريطة الهشاشة تعني ما هي المناطق الأكثر ضعفا على سطح الأرض، يعني ما هي الدول الأكثر ضعفا في تحملها لضغوط تغير مناخ. هذه الدول في الغالب هي دول مناطق جافة. المناطق الجافة هي من أكثر المناطق تأثرا حتى وإن كان مظاهر التغيرات المناخية أضعف من بعض الدول الثانية. يعني على سبيل المثال مصر لا يقابلها لا أعاصير ولا فيضانات ولا سيول ولا حرائق غابات، ليس لدينا غابات، ولكن يقابلها نوع من التغيرات المناخية تسمى التغيرات الصامتة، تذبذبات في الحرارة تؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي، أمطار وبعض بعض الأمطار القليلة مش سيول ولا حاجة 4-5 ملي تؤدي إلى تأثير على الأراضي الزراعية هنا أو هناك، أو تأثير على بعض المدن، وخاصة أن البنية التحتية الموجودة في مدن كبيرة في مصر لم تضع في الحسبان هذا الشكل من المناخ. فبالتالي من المهم جدا هنا أن يكون التمويل الموجود هو تمويل يتناسب مع هذا الضرر الموجود بسبب تغير المناخ. فبالتالي هذه الخريطة واضحة، ومؤسسات علمية مثل منظمة أو هيئة الاي بي سي سي أو الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ لديها هذه الخريطة، وتعرف جيدا أن الدول المتأثرة بتغير المناخ هي الدول التي لديها ضعف في مكان ما. شمال الدلتا من ضمن المناطق في مصر المعرضة لتأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر، فهي منطقة هشة مناخيا، مناطق الظهير الصحراوي مناطق هشة مناخيا، بعض المدن وهكذا. فهذه الخريطة موجودة وتأثيرات التغيرات المناخية موجودة. الأهم هو التزام هذه الدول
في أن تدعم الدول المتأثرة لكي يكون الإجراء والعمل المناخي جماعي. إن ما كانش في إجراء جماعي من 190 دولة المنضمة لاتفاقية التغيرات المناخية 92 سيكون الناتج ضعيف. لازم كل الدول يكون إجراءاتها بناء على مساهمتها أو بناء على تأثرها بتغير المناخ، وبالتالي يكون إجراء جماعي. وده اللي إن شاء الله اللي مصر تسعى وبقوة أن يكون كوب 27 مؤتمر الأطراف اللي هيكون في شرم الشيخ إن شاء الله سيكون مؤتمر الدول المتأثرة، الدول التي عانت كثيرا من ظاهرة تغير المناخ ولم يدعمها أحد. مصر نعم. بتمثل قارة أفريقيا، وقارة أفريقيا من القارات المتأثرة وليست المؤثرة في هذه الظاهرة. الالتزام باتفاقية باريس للمناخ وأيضا إجراءات مصرية على الأرض للحد من الظاهرة والتقليل من الأسباب الخاصة بها، لكن دعني أتحدث عن مدى التشاركية في الداخل المصري ما بين مركز معلومات المناخ والقطاعات والهيئات المختلفة فيما يخص قطاع الزراعة، في وسائل المواصلات، يعني آلية التعامل بتوافر المعلومة ومن ثم الإجراء الأمثل في هذه المرحلة. لا عمل مناخي بدون معلومات، لا يوجد أقلمة أو حتى تخفيف بدون وجود داتا بيانات. البيانات هي المادة الخام التي يمكن أن نبني عليها. أكيد. فبالتالي مركز معلومات تغير المناخ التابع لوزارة الزراعة ومعني في الأصل بمعلومات تغير المناخ وتأثيراتها على القطاع الزراعي، لأن الدولة المضيفة للكوب 27 هي مصر، والقطاع الأهم في مصر الذي له علاقة بتغير المناخ هو قطاع الزراعة، لأنه القطاع المتأثر وبشدة بسبب هذه الظاهرة. فبالتالي مركز معلومات تغير المناخ لديه من النماذج التي يمكن البناء عليها. لدينا بيانات بيانات الأرصاد الزراعية، لدينا بعض النماذج للتنبؤ القصير المدى. أنا ليس لدي رفاهية النماذج الموسمية أن أنا أقدر أتنبأ بموسم كامل لقدام، عشان كده بنقول إحنا أحيانا بيكون دعم الدول المتقدمة وتمويل الدول المتقدمة مش في مجرد مال، ولكنه في أحيانا في نقل تكنولوجيا، في مساعدة للدول في تحديث نعم. أنظمة وفي تأهيل بنية تحتية أساسية. كل الدول المتأثرة في حاجة إليها، فالمعلومات هنا مهمة جدا. والاي بي سي سي والجهه المعنيه بتغير المناخ هي جهه لديها من المعلومات الكافيه لتوضح للعالم كله من هي الدول المتاثره ومن هي الدول الاولى بالدعم، وطبعا في وسط هذه الدول مصر والدول الافريقيه. نعم، ما هي الجهود إذن التي اتخذتها مصر في ضوء هذه المعلومات في قطاع الزراعه تحديدا؟ في قطاع الزراعه يوجد إجراءات استباقية، والحمد لله بفضل الله. لولا هذه الجهود الاستباقية التي قامت بها الدولة متمثلة في وزارة الزراعة في صورة استنباطات لأصناف قصيرة العمر قليلة الاحتياج المائي ومتحملة للإجهادات البيئية، كان لا قدر الله سيكون هناك مشكلة كبيرة جدا في ملف الأمن الغذائي. فكل أصناف القمح المزارعة في مصر هي قصيرة العمر. هذه الأصناف آخر ما تم الحصول عليه إنتاجه تم إنتاج 4 أصناف في خلال العام أو العامين الماضيين. هذه الأصناف مكنت المزارع المصري أن يحصل على إنتاجية، يعني الحمد لله إحنا إنتاجية القمح تقريبا في المراتب الأربعة الأولى على مستوى العالم لإنتاجية وحدة المساحة. دي كلها جهود الدولة المصرية، التوسعات الأفقية الموجودة وإضافة رقعة زراعية تضيف لملف الأمن الغذائي رغم التكلفة الكبيرة والمسؤولية الضخمة لاستصلاح الأراضي وزراعة الصحراء. رغم ذلك تقوم الدولة بشق بنية تحتية وإقامة بنية تحتية قوية، وكلنا تابعنا والعالم كله تابع تبطين الترع الصوب الزراعية المختلفة. كثير من المشروعات كلنا تابعنا والعالم تابع افتتاح فخامة الرئيس لكثير من هذه المشروعات. كل هذه المشروعات تصب في دعم ملف الأمن الغذائي ضد تغير المناخ. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات المناخ.